عامان من النجاح المتواصل والمبهر على ساحل درة الشرق كالباء، ولذلك تتواصل للسنة الثالثة على التوالي فعاليات هذا المهرجان الرياضي الثقافي الشاطئي. فتحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خرفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية.